سيستاتين سي تيست. في الفيديو ده نتكلم على كل المعلومات الخاصة بالسيستاتين سي، سواء السورس اند انديكيشن، الميثود اوف استيميشن، الانتربريتيشن، كمان هنتكلم على الادفانتجز اوفر كرياتينين ميجرمنت، كل مميزات قياس السيستاتين سي على الكرياتينين تيست. السيستاتين سي بنختصره بالسيس سي، العينة اللي بنستخدمها نقدر نقيسه في السيرم او البلازما، ريفرنس فاليو في الادلت من نص لواحد ملي جرام على الليتر. الميثود اوف استيميشن بنستخدم الاميونو اسي ميثود، بنستخدم تكنيك التربيدمتري ميثود. الكيتس اللي بنستخدمها بنستخدم السيستاتين سي كيتس، بنسميها التربي لاتكس ميثود، بتعتمد على البرنسبل اوف تربيدمتري. الطريقة دي بتعتمد على وجود اللاتكس او اللي هي اللي بنسميها الميكروسكوبيك بارتكلز، بتبقى محملة بالانتي بوديز ضد السيستاتين سي. في حالة وجود السيستاتين سي في السيرم بيتم الرياكشن ما بين الانتي بوديز وما بين السيستاتين سي، ونتيجة للاميون رياكشن بيحصل اجلوتونيشن او تجمع للانتيجين والانتي بودي. وجود الميكروسكوبيك بارتكلز بيعمل انلارجمنت للرياكشن، عشان كده بيعمل تربيديتي داخل العينة. وعلى حسب كمية السيستاتين سي الموجودة في العينة، لو موجود بكمية صغيرة بيبقى الرياكشن بسيط وبتبقى التربيديتي داخل التيوب قليلة. كل ما تزيد كمية السيستاتين سي بيزيد الاجلوتونيشن، وبالتالي بتزيد التربيديتي داخل العينة، وبنقدر نقيسها على جهاز التربيديميتر. ديسكريبشن: السيستاتين سي عبارة عن سمول بروتين موليكيول بروديوسد باي نيوكليتد سيلز. السيستاتين سي عبارة عن بيبتايد بيتفرز من كل النيوكليتد سيلز الموجودة داخل الجسم. الفانكشن بتاعته هو عبارة عن سيستاين بروتينيز انهيبيتور، بيعمل انهيبيشن لبعض الانزيم زي السيستاين بروتينيز. والسيستاتين سي واحد من فاميلي كبيرة من الستاتينز اللي لها دور في عملية الريجوليشن لبعض الانزيمات اللي بنسميها البروتييزز، اللي بيحصل لها سيكريشن او ليكج من اللايسوسوم داخل السيلز اثناء الداين او الديزيز للسيلز. عشان كده هو وجوده داخل السيلز مهم ان هو يوقف البروتييزز، واللي لها دور كبير جدا في ان هي بتكسر السيلز اثناء الديزيز او اثناء السيل ديث. النيوكليتد سيلز بتفرز السيستاتين سي في البلد بكونستنت اماونت، بتخرج من النيوكليتد سيلز وبتوصل للبلد. بعد كده الستاتين سي بيحصل له سكريشن عن طريق الكدني، لان الكدني بتمثل الاورجان الوحيد اللي بيعمل سكريشن للسيستاتين سي. عشان كده كل السيستاتين سي بيتجه للكدني، وبعد كده الكدني بتعمل له فلتريشن. عمليه الفلتريشن بتتم داخل الجرومينولاي، وبعد كده بتنزل داخل التيبيول. بعد ما بتنزل داخل التيبيول بيحصل لها كومبليت ري ابسوربشن بواسطه التيبيول، وبعد ما بيحصل ابسوربشن بيحصل ديجريديشن او تكسير لكل السيستاتين سي داخل التيوبولر سيلز، ما بترجعش للبلد تاني. عشان كده ليفل اوف سيستاتين سي بيبقى قليل جدا داخل البلد، وبالتالي نتيجه لان السيستاتين سي بيحصل فورميشن بكونستنت اماونت، وكمان بيحصل له فلتريشن فريلي بالكيدني، فاحنا بنستخدم السيستاتين سي كجود ماركر اوف رينال فانكشن. طالما الجسم بيطلع كميه محدده كل يوم من السيستاتين سي وبيحصل لها فلتريشن او بتنزل كلها عن طريق الكيدني، عشان كده احنا بناخد السيستاتين سي كمؤشر للرينال فانكشن، لان اي مشكله داخل الكيدني بتعمل انكريز في السيستاتين سي. والسيرم سيستاتين سي كونسنتريشن بيعتمد توتالي على الجلوميرال فلتريشن ريت، اللي هي سرعه الترشيح داخل الجلوميرولاي، اللي احنا بنختصرها بالجي اف ار او الجلوميرال فلتريشن ريت. لو حصل اي ريدكشن في الجلوميرال فلتريشن ريت بيحصل انكريز للكونسنتريشن اوف سيستاتين سي في البلد. زي ما احنا شايفين كل السيستاتين سي لو قل سرعه الترشيح داخل الجلوميرولاي كلها بتتجمع في البلد، وبيحصل رايز للسيستاتين سي في السيرم. فهنا في انفيرس ريليشن شيب، لو قل الجي اف ار بيزيد على طول السيستاتين سي، فعشان كده السيستاتين سي جود ماركر للجي اف ار او الجلوميرولار فلتريشن ريت. السيستاتين سي بيبقى بيتر ماركر فور جلوميرولار فلتريشن ريت، افضل من الكرياتين، وده نتيجه لان الليفل اوف سيستاتين سي بيبقى اندبندنت على الويت والهايت والماسل ماس والايج والسكس،
والحاجات دي بتأثر في level of creatinine وبتبقى اسباب ملهاش علاقه بالكيدني، عشان كده السيستاتين سي بيتفوق على الكرياتين. كمان الانكريز في الكرياتينين ما بتبقاش واضحه في السيرم انتل الجلوميرال فلتريشن ريت هاز فولن باي ابروكسيميتلي 50%، بمعنى ان الكرياتينين ما بيبداش يزيد زياده مهمه في السيرم غير لما بيحصل دامج كبير جدا داخل الكيدني حوالي 50%، وده طبعا بيقلل اهميه الكرياتينين، ما بيقدرش يكتشف الكيدني ديزيز بدري زي السيستاتين سي. كمان من مميزات السيستاتين سي على الكرياتينين ان احنا بنقدر نعمل ميجرمنت وانتربريتيشن فروم سنجل راندوم سامبل، بمعنى ان انا ممكن اقيس السيستاتين سي مره واحده داخل السيرم بيدينا انديكيشن على الكيدني فانكشن تيست. ما بيحتاجش ان احنا نعمل كليرانس تيست زي ما بنعمل في الكرياتينين عشان نعرف الجلوميرال فلتريشن ريت، وده طبعا بيبقى اختبار صعب، بينما قياس السيستاتين سي بيبقى سهل من خلال قياس واحد في عينه واحده بنعرف الجلوميرال فلتريشن ريت اللي بتدينا انديكيشن على الكيدني فانكشن. في الانديكيشن احنا بنقيس السيستاتين سي داخل المعمل to monitor الكيدني dysfunction، زي ما قلنا هو specific للكيدني، عشان كده اي increase بيدي indication على الكيدني dysfunction. كمان السيستاتين سي بيبقى useful في كل الحالات اللي ما بقدرش استخدم فيها الكرياتينين measurement، زي في حالات الليفر سيروزيس، الاوبستي، المال نيوتريشن، وكمان reduced muscle mass، لان كل الاسباب دي بتأثر على الليفل اوف كرياتينين، عشان كده احنا بنستبعد الكرياتينين وبنستخدم السيستاتين سي تيست. كمان بنستخدم السيستاتين سي في الديتكشن اوف كيدني ديزيز وين الاذر بارامتر مايت ستيل بي نورمال، سبيشالي في الايردرلي بيبقى الليفل اوف كرياتينين قليل جدا نتيجه لان الماسل ماس بتبقى قليله، عشان كده لو حصل كيدني ديزيز ما بيحصلش تغير في الكرياتينين بالقدر الكافي، عشان كده السيستاتين سي بيبقى افضل من الكرياتينين. زي ما قلنا السيستاتين سي بيدي انديكيشن على الجلوميرال فلتريشن ريت، اي ديكريز في الجلوميرال فلتريشن ريت بيؤدي لزياده السيستاتين سي. بنقسم الاسباب اللي بتاثر على الجلوميرال فلتريشن ريت لثلاث انواع. اول نوع بسميه البري رينال كوزز، وده بيحصل بيفور ذا كيدني ويؤدي الى الديكريز في الرينال بلاد فلو، وما بيقل الرينال بلاد فلو الكيدني بتقلل الجلوميرال فلتريشن ريت وبالتالي بيحصل انكريز في السيستاتين سي. النوع الثاني من الاسباب بنسميه رينال كوزز، بيحصل نتيجه للديكريز رينال فانكشن، في الحاله دي بتؤدي للو جلوميرال فلتريشن ريت وبالتالي السيستاتين سي از اكسكريتد، وده بيبقى نتيجه للديزيز داخل الكيدني، في الحاله دي الكيدني بتبقى انيبل تو فلتريت السيستاتين سي. النوع الثالث من الاسباب بنسميه البوست رينال كوزز افتر ذا يورين فورميشن ديو تو فلو اوبستراكشن، اي اوبستراكشن في اليورينري باس واي بيؤدي للبلوكج في اليورينري فلو وبالتالي بيعمل ديكريز في الجلوميرال فلتريشن ريت، بيقلل سرعه الترشيح داخل الكيدني، وبالتالي طالما الجلوميرال فلتريشن ريت بتقل بنلاقي السيستاتين سي بيزيد في السيرم. الانتربريتيشن الانكريز في السيستاتين سي بيحصل في حالات الاكيوت اند كرونيك رينال فيلير اند جلوميرولونفرايتس، كمان بيزيد في حاله النيفروتوكسيك agent في حالة البايلو نيفرايتس، وكل الحالات دي بتؤدي لديستركشن اوف كيدني، عشان كده احنا بنسميها الرينال كوزز اللي بتؤدي للديكريز اوف جلوميرولار فلتريشن ريت وبالتالي بتؤدي لزياده السيستاتين سي. كمان اليورينري تراكت اوبستراكشن بيؤدي للديكريز في الجلوميرولار فلتريشن ريت وبالتالي بيزود السيستاتين سي. كمان بيزيد السيستاتين سي في حاله الكونجستيف هارت فيلير، ديكريز رينال بيرفيوجن، وفي حالات التشوك، وكمان في حالة الديهايدريشن. كل الأسباب اللي بتؤدي لديكريز في الجلوميرولار فلتريشن ريت نتيجة للديكريز البلاد فلو للكيدني. وبالتالي احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصة بالسيستاتين سي، عرفنا ان السيستاتين سي عبارة عن سمول بروتين موليكيول بروديوسد باي اول نيوكليتيد سيلز at constant rate. كمان عرفنا ان السيستاتين سي بيحصل له اكسكريشن عن طريق الجلوميرولس، عشان كده بيعتبر ايديال ماركر فور جلوميرولار فلتريشن ريت او جي اف ار. كمان عرفنا ان السيستاتين سي بيبقى افضل من الكرياتينين لانه نوت افكتد باي ايج او الجندر او الماسل ماس. كمان عرفنا ان في انفيرس ريليشن شيب ما بين الجلوميرولار فلتريشن ريت والليفل اوف سيستاتين سي في السيرم، ما بيحصل ريدكشن ان جلوميرولار فلتريشن ريت ريزلت ان ان انكريز ان سيستاتين سي كونسنتريشن في السيرم، عشان كده اي زياده في السيستاتين سي بتدينا انديكيشن ان في ديستربنس في الجلوميرولار فلتريشن ريت نتيجه للديزيزز داخل الكيدني.